يعمل عبد النبي وحيد موظفا في شركة للتأمين بالدار البيضاء في العام 86 900 و1000. مباشرة بعد حصوله على البكالوريا التحق بتلك الشركة كعون في احد شبابيكها. كان من مهامه ان يتسلم التصريحات بالحوادث وان يعالج ملفات المكتتبين الجدد. كان عملا جيدا بالنسبة لشاب مثله في العشرين من العمر. كانت اسرته تشجعه على المثابرة وان يجتهد في عمله حتى يرتقي الدرجات. وكذلك استطاع ان يصبح المسؤول الاول عن قسم حوادث السير. ومع ارتقائه الرتب كانت حياته تعرف تبدلا وتحولات. لم يعد عبد النبي ذاك الخجول الذي يصغي للنصائح ولا يحاجج ولا يعارض. لم تعد والدته، وقد توفي والده قبل سنتين، تجرؤ على الحديث اليه في شأن حياته الخاصة، كأن تحضه على الزواج مثلا او ان تنصحه بالعودة الى سيرته الاولى حين كان يؤدي صلواته ويعود الى البيت ما ان ينهي عمله. لم تكن تجرؤ على ذلك، اذ صار يرفع صوته واحيانا كان يزيغ عن جادة الصواب فيتلفظ بكلمات لا تستسيغها. ثم صار من حين الى اخر لا يبيت في منزل الاسرة. كانت امه التي علقت كل امالها عليه اذ كان ولدها الوحيد تشك في انه قطع اشواطا على طريق الانحراف. وتأكدت شكوكها يوم جاء الى البيت فجرا سكرانا. ادخلته غرفته، استلقى على السرير، غطته، ثم عادت الى غرفتها. كانت تخشى ان يكون احد من الجيران قد رآه على حالته تلك. كانت تخشى ان يقول احدهم يوما ان ولد السحمد وحيد صار سكيرا. هي تعلم ان في الناس من حولها من سيشمت ومن سيسخر ومن سيقول كلمات شفقة لا تريد ان تسمعها. لما استيقظ عبد النبي يومها كانت الشمس في كبد السماء. استحم ثم اراد الخروج. كانت امه عند الباب. يذكر انها كلمته يومها بنبرة فيها صرامة لم يعهدها منذ توفي والده. يذكر ايضا الان بعد كل تلك السنوات التي انقضت انه انتفض غاضبا، يضحك. لم يكن غضبه حقيقيا، ولكنه كان يريد ان يهرب. لعل عبد النبي لم يكن يعلم يومها ان فصلا جديدا من حياته قد بدأ. كان يخفي عن والدته علاقته مع سميرة الموظفة الجديدة التي التحقت بشركة تأمين قبل بضعة اشهر. كانت تكبره ببضع سنين. امرأة جاءت من فاس حيث كانت تعمل في فرع الشركة هناك. كانت تقترب من الاربعين بينما كان هو قد تخطى الثلاثين منذ اربعة اعوام. انجذب اليها ثم تعلق بها. قربها اليه في مصلحة الحوادث، وبعد فترة وجيزة صارت تشاركه كل القرارات. لم يكن ذلك ليمر دون ان يثير حساسيات في تلك المصلحة، حيث توجد موظفات امضين سنوات اطول في الخدمة دون ان يدركن ما ادركته سميرة من حظوة. كثيرون هم الذين كانوا يطعنون في كفاءتها المهنية ويرون ان ما تناله انما تناله خارج مبدأ تكافؤ الفرص الذي كانت ادارة الشركة تجعل منه شعارها الابرز في تعاملها مع موظفيها. كان عبد النبي وحيد يرى ان ما يشن على سميرة من حملات انما هي حملات تستهدفه هو شخصيا، ولذلك ما لبثت ان ساءت علاقته مع الموظفين العاملين في مصلحته، بل انه صار يلمس الفتور الذي بدأ يعتري علاقته مع زملاء له في اقسام اخرى من الشركة. لم يكن ليجهل ذلك، ولكن ارتباطه بسميرة كان اقوى من كل شيء. هام بها بينما هي لم تكن تبدي له حقيقة شعورها نحوه. لم يكن يعرف عنها الكثير، فقط علم منها انها مرت بتجربة زواج فاشلة خرجت منها قبل ان تنتقل الى الدار البيضاء. لم تكن تتيح له الفرصة ليعلم منها عن ماضيها القريب او البعيد. هيمنت عليه بتلك الاجواء الاحتفالية التي جعلتها لازمة لايامه. كانت امرأة مختلفة عن النساء اللواتي عرفهن في محيطه العائلي المحافظ. تدخن في الاماكن العامة ولا تجد حرجا في التردد على الحانات نفسها
التي صار يتردد عليها. بدأ يفكر في الزواج منها، ولكن صدمته كانت قوية يوم فاتحها في الموضوع. قالت له انها لا تفكر في الزواج مرة اخرى، وانها الى ان تغير فكرتها ذات يوم تفضل ان يظل خليلين. بعد ذلك اليوم تحاشى الحديث عن موضوع الزواج. كانت الايام تمضي مسرعة، ويغرق كل يوم اكثر في بيئته الجديدة. صارت زياراته الى والدته تتباعد يوما بعد اخر، اسبوعية صارت، ثم اقتصرت على مناسبات كالاعياد. كانت عاجزة، تراه ينجرف ويأخذه التيار. في صيف العام 2000، بينما كان يمضي عطلته الصيفية في منتجع كابو نيجرو برفقة عشيقته سميرة، التقى صديقا قديما لم يكن قد التقاه منذ ازيد من 20 عاما. سرته المناسبة، علم ان صديقه اشتغل باسلاك الشرطة، وانه عمل بثاث نحو من 10 سنين. كانت سميرة تتابع حديث الصديقين صامتة لما فاجأها الضابط بالقول انه يظن انها وجها من فاس. ابتسمت وقالت انها من مدينة فاس، وانها كانت تعمل في شركة التأمين هناك قبل ان تنتقل الى الدار البيضاء. منذ تلك اللحظة انقلب جو الاحتفال الذي صادف فيه الصديق القديم لعبد الفي الى جو مشحون بالنسبة اليها. ادعت ان بها مغص، واستعجلت عشيقها العودة الى اقامتهم. اعتذر لصديقه، وكان قد تبادل من قبل ارقام الهاتف، وتواعد على اللقاء مرة اخرى هناك في كابو نيجرو. مضى عبد الفي مسرعا الى موقف السيارات. كانت سميرة تنتظره في باب الحانة. لما وصل الى اقامتهما على طريق سبتة ظلت صامتة. دلفت الى غرفة النوم، غيرت ملابسها ثم نامت. حاول ان يوقظها، كان يسألها ان كانت هناك حاجة لنقلها الى المستشفى، لم تجبه. كان يعلم انها سمعت ما قاله، وانها لم ترغب في الكلام. تركها ومضى الى الصالون، مكث هناك حتى اقترب الصبح. كانت احدى القنوات التلفزيونية تعرض فيلما راقة، ولما انتصر عليه النوم استلقى على الكنبة حيث كان. كان الوقت يقترب من الظهر لما رن هاتفه. كان المتصل هو صديقه القديم عبد الرحمن ضابط الشرطة. بدأ كلامه بالسؤال عن صحة سميرة، ولما طمأنه بانها احسن حالا الان اقترح عليه ان يلتقي في مقهى يعرفانه. طلب منه ان يأتي وحيدا، لانه يريد ان يتحدث اليه في موضوع خاص جدا. تسلل عبد الفي من تلك الاقامة بعدما قال لخليلته انه سيقوم بجولة على الشاطئ ثم يعود. نظرت اليه ولم ترد، لعلها كانت تتساءل عن صدق ما قاله. مضى الى ذلك المقهى المطل على البحر. كان عبد الرحمن في انتظاره، ما ان اخذ مكانه حول الطاولة حتى بادره بالقول انه يعلم ان اسئلة كثيرة تدور بذهنه حول الموضوع الذي اراد ان يكلمه فيه. قال له وقد رسم على فمه ابتسامة، اريد ان اكلمك في شأن سميرة. سميرة؟ نعم. هل تزوجتها؟ لا، عرضت عليها الزواج قبل بضعة اعوام ولكنها رفضت. لماذا؟ الم تسأل نفسك يوما؟ ظننتها تفضل الحياة التي نحياها معا. ضحك عبد الرحمن وقال له انها رفضت لانها لا تستطيع الزواج. اظن انها قالت لك انها مطلقة. كذلك قالت. قالت انها مرت بتجربة زواج فاشلة. نظر اليه الضابط جيدا وقال له لقد وجدتك غير ذي خبرة. اسمع جيدا ما سأقوله لك. ان تلك المرأة سميرة الهباش امضت عدة اشهر في السجن، اذ توبعت في قضية اختلاس. متى ذلك؟ قبل ان تلتحق بشركة التأمين. كانت تعمل في شركة للايراد والتصدير، واتهمت ثم ادينت في قضية اختلاس 400,000 درهم. كان عبد الفي يسمع ما يقوله صاحبه وقد صغر فاه، لا يكاد يصدق ما يقوله عبد الرحمن. هل قدمت لك عائلتها يوما؟ لا. الم تسأل نفسك لماذا؟ صمت عبد الفي، لم يعد يقوى على السؤال. اضاف عبد الرحمن ان المرأة من صنف النساء المغامرات
اللواتي تقمن بكل ما يمكنهن من تحقيق رغباتهن. الرجال الذين تعاقبوا في حياتها لم يكونوا سوى مطية. ألم تلاحظ كيف صمتت بشكل غريب حين قلت لها أمس إنني أعرفها وجها من فاس؟ ظل عبدنبي صامتا، ثم حضرت أمامه صورة أمه التي لم يعد يزورها إلا لماما. كان عبد الرحمن يقول له إنها انتقلت إلى الدار البيضاء بحثا عن صفحة جديدة لواجهتها، وفرارا من زوجها الذي رفض أن يطلقها انتقاما منها. لم يتكلم عبد الرحمن، نهض من مكانه وعاد إلى الإقامة. لما دخل توجه مباشرة إلى غرفة النوم. كانت مستلقية على ظهرها وبجانبها علبة من أقراص النوم. كانت العلبة فارغة. حركها لم تجب. كانت عيناها مفتحتان، لم تكن تتنفس. اتصل بطبيب غير بعيد. لما حضر أكد له أنها ماتت. لما حضرت الشرطة وأثناء تفتيش الإقامة في غرفة النوم عثر على ورقة كتبت فيها: لن أستطيع البقاء إلى جانبك، صاحبك يعلم كثير وأعرف أنه أخبر. قناة تمو دابي.